السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذن فيديو اليوم سيكون عن كيفية التخلص من البواسير بطريقة طبيعية ورائعة جدا. سبق وضعت على القناة العديد من الوصفات الرائعة جدا والفعالة التي تقضي على البواسير وتمنح المريض راحة كبيرة جدا. كما تعرفون هذا المرض مزعج جدا ويسبب الكثير من الإحراج والانزعاج. إذن اليوم أيضا سأتشارك معكم وصفة رائعة جدا، مكونات طبيعية للتخلص من الانتفاخ والاحتقان في هذه المنطقة، وشيئا فشيئا سوف تختفي البواسير، وطبعا دون أن ننسى التخلص من مسببات البواسير وأهمها الإمساك. لذلك يجب العناية بالنظام الغذائي للتخلص منها سريعا، بالإضافة إلى هذه الخلطة التي سنستعمل فيها النعناع، هذا المكون الرائع جدا الذي يمنح المنطقة الشعور بالراحة ويزيل كذلك التورم والاحتقان. وأيضا سنحتاج في الخلطة للعسل الطبيعي الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الرائعة جدا للتخلص من البواسير. إذن لنمر لعمل هذه الخلطة. إذن أول شيء سأقوم به هو دق أوراق النعناع، كما يمكنكم أيضا طحنها في حال كنتم تتوفرون على مطحنة صغيرة لطحن الأشياء القليلة الكمية، لكم الاختيار. طبعا يجب تنظيف أوراق النعناع وغسلها جيدا للتخلص من أي حشرات أو أي غبار عالق بالأوراق. إذن ها هي أوراق النعناع بعد أن قمت بدقها، ولو أننا وضعنا كمية أوراق يعني كبيرة نوعا ما إلا أننا حصلنا على هذه الكمية القليلة فقط بعد أن قمت بدقها جيدا. الآن سأضيف إليها العسل، سأضيف القليل فقط من العسل، يفضل أن يكون عسل أصلي وطبيعي حتى نستفيد من المكونات الموجودة فيها. طبعا سأقوم بخلط الكل جيدا، سأقوم من الأفضل باستعمال يدي حتى أتحكم فيه أكثر، ويعجن جيدا بهذا الشكل كما ترون. إذن سنحصل على خليط متجانس، لاحظوا كيف أصبح لونه أخضر داكن. إذن بعد خلطه جيدا سنقوم بوضعه في الثلاجة حتى يصبح بارد جدا. إذن لاحظوا كيف أصبح، سأقوم الآن بوضعه في الثلاجة ونلتقي لنكمل باقي خطوات وكيفية استعمال هذه الخلطة للتخلص من البواسير. إذن هذه الخلطة بعد أن بردت قمت بوضعها في هذه القطنة أو هذه الدائرة القطنية حتى يسهل استعمالها. طبعا بعد إخراجها وأن تصير جامدة وباردة تقومون بوضعها على منطقة البواسير، تكررون هذه العملية 3 مرات في اليوم، استمروا عليها 3 أيام وستلاحظون نتائج مذهلة جدا. طبعا كما قلت يجب تبريدها حتى نستفيد من خصائص البرودة، لأنها تقوم يعني بالتخلص بتخليصنا من الاحتقان والتورم في هذه المنطقة. وطبعا للاستفادة أكثر من الخلطة عليكم بتحضيرها كل يوم، لا بأس في تحضير كمية 3 مرات في اليوم، لكن لا تتركوها تبيت حتى اليوم الآخر حتى نستفيد من خصائص النعناع. كما تعرفون مثل هذه الأعشاب تحتوي على زيوت طيارة، وعند دقها طبعا فكل هذه الزيوت تختفي وتفقد العشبة مفعولها. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة الرائعة جدا للتخلص من البواسير، طبعا البواسير الخارجية. لا تنسوا لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدهم أيضا، وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم الرائعة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.